حزن وأسى في مدينة برمنغام البريطانية على خلفية مقتل 3 أشخاص على هامش أحداث الشغب التي شهدتها المدينة ليلة أمس. الضحايا قتلوا في حادث سيارة. والد أحد القتلى يصف محاولته اليائسة لإنقاذ ابنه: سمعت صوتا مدويا، ركضت في اتجاهه فرأيت 3 أشخاص على الأرض. تلقائيا كنت أريد تقديم المساعدة لهؤلاء 3، لم أكن أعرف من هم. قدمت المساعدة للشخص الأول، أحدهم قال لي إن ابني ممدد إلى الوراء. شرعت في تقديم الإسعافات الأولية، وجهي كان مخضبا بالدماء ويدي كذلك. لماذا؟ يسترد الوالد المفجوع أنفاسه ليقول من جديد: لدي 3 أطفال، صبيان وفتاة. وبالنسبة للصبيين كان هارون الأصغر، كنت أعتمد عليه كثيرا فيما مضى إذا أردت القيام بأي شيء. هارون كان يسعى إلى جانب الشخصين اللذين توفيا في الحادث إلى حماية ممتلكاتهم من أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها 10 المتاجر والمؤسسات في عدد من المدن البريطانية. شاهد عيان أكد أن السيارة انحرفت عمدا لدهس الضحايا. إننا نعمل بجد ليل نهار، هؤلاء الناس لا يعملون، إنهم يحصلون على إعانة البطالة، الشرطة لا تفعل شيئا، إنها لا تقوم بعملها. الشرطة البريطانية تواصل التحقيق والبحث عن مرتكبي الحادث، كما قامت بتوقيف ما يزيد عن 250 شخصا في محاولة لاحتواء الاضطرابات.